suitable section، فده المفروض ان انت تروح تطلع الدايمنشن ابعاد الويب والبليتات اللي انت هتستخدمها للويب والفلانجات، وتطلع تعمل تشيك بس على التنشن ستريس على الفلانجه اللي عليها تنشن. بعد كده لو قال لي تشيك لاترال تورشن وباكلينج، همسك الفلانجه اللي عليها كومبريشن وابدا اعمل تشيك عليها. واتفقنا ان احنا دلوقتي ابعاد الفلانجه الماكسيموم عندي 60 في 5، فلو احتاجت من التصميم انها تزيد عن كده، فده يخليني ان انا اروح استخدم اديشنال بليد، واديشنال بليد ده ابعاده العرض بتاعه 55، في السكنس بتاعه بقى براحتك، يعني تختار بقى لحد الخمسه برضو، يعني انت بتتش عنها. ده كده بالنسبه للدايمنشن. يبقى احنا توصلنا في الاخر للكروس سيكشن ده. بعد كده رحنا عملنا تشيك تنشن ستريس. بعد كده عشان انا بس بكمل تصميم، فعملت تشيك لاترال تورشن باكلينج، لكن لو ما طلبش خلاص مش هعمله. بعد كده المفروض ان انا الابعاد الويب ده تعتبر كبيره قوي مقارنه بالسيكنس، يعني الاكيد انها هتديني اصلا قطاع سلندر. قطاع سلندر ده ممكن يعمل لي باكلينج، حتة ان انت اصلا خايف ان البعد ده يعتبر كأنك ارتفاع دور كامل سيكنس 1.4 سنتي، فطبيعي ان هيحصل باكلينج هنا بالشكل ده. اول بس ما شوية الاحمال يجوا هقوم على طول بيطلع لي الويب ده كله لبره. فقالك عشان كده بنروح نعمل تشيك ويب باكلينج. والله هنشوف الويب بتاعي ده هيستحمل هو كده ولا كده، ممكن يحصل عليه باكلينج، بس هما بيدونا اللوبل. انا موافق ان يحصل باكلينج في حدود كذا، ده اللي احنا هنعمله النهارده. قبل ما نعمل تشيك على الويب باكلينج، احنا متفقين ان احنا دايما بنحط ستيفنر كوسيله للتدعيم بتاع للويب. عمري ما هسيب الويب كده، عمري ما هسيب ويب بحر 27 متر في ارتفاع 2.70 متر، عمري ما هسيبه كده لوحده، لازم ادعمه يمين وشمال بستيفنر. احنا بالنسبه لانواع الاستيفنر، فاحنا عندنا 3 انواع. هتلاحظ ان انا دايما في سيكشن اللي اوت كنت بقول لك والله حط لي ستيفنر فوق السبورت يمين وشمال المين جيتر، والاستيفنر ده اسمه لود بيرنج ستيفنر. دايما المكان ده مكان تركيز اجهاد، لان هنا اصلا رايح رياكشن توتال للسبورت، خلاص دي اخر سبورت البيرنج اللي بتودي منها للاساسات على طول، او هي تعتبر هي الاساسات ده لو مفيش، لو هي على طول على التربه، فتعتبر ده كده في اصلا مكان تركيز اجهاد كبير قوي، فعشان كده بنحط هنا ستيفنر اسمه لود بيرنج ستيفنر. طب في ايه تاني؟ كنا بنحط ستيفنر، طبعا انا بتكلم دلوقتي على الفيرتيكال ستيفنر، كنت بحط ستيفنر عند اماكن الكروس جيردر. ليه برضو؟ لان انا لو بحل بطريقه اكزاكت هقول لك والله لما تيجي تصمم لي المين جيردر دي حط لي الرياكشن اللي جاي من الكروس جيردر، لان ده الطبيعي، مش زي ما احنا حلينا، احنا كنا بنحل بس بطريقه تقريبيه، لكن الطبيعي ان في رياكشنات هنا عند اماكن الكروس جيردر، صح؟ طب ده معناه ايه برضو؟ معناه ان دي مناطق تركيز اجهاد، يبقى انت عندك ستيفنر تحت كل كروس جيردر نتيجه ان اصلا في رياكشن، في كونسنتريتد فورس في المكان ده. كونسنتريتد فورس ده على فكره يعمل لك باكلينج عالي جدا، لو انت مش حاطط هنا ستيفنر يبدا الويب ده يحصل له زي ديفورميشن كده، يطلع لبره، يطلع لبره ويحصل له، يعني لو ده كده المين جيردر بتاعتك تبدا تطلع لبره وتنزل كمان لتحت، يحصل لها فيرتيكال ديسبليسمنت وهوريزونتال ديسبليسمنت نتيجة إن في كونسنتريتد لود هنا عالي، طبعا هو عالي لأنه جاي من الكروس جيردر. دي حاجة، يبقى أنا عندي لود بيرنج ستيفنر، عندي ستيفنر آت الكروس جيردر، والستيفنر دي برضه تعتبر لود بيرنج. طيب عندي إيه تاني؟ عندي ستيفنر بقى في النص، قلت إن أنا هحط ما بين كل 2 ستيفنر هحط واحد على مسافات من 1.5 لـ1.8 متر. طب المسافات دي بقى كانوا دايما يقولوا لنا ما نزيدش عن 1.8 عشان حته الويب باكلينج بتاعت النهارده دي بقى، وما نقلش عن 1.5. طيب الاستيفنر ده احنا بنسميه استيفنر للاستابيليتي، لان انت برضو لو سبت المساحه دي كلها من غير استيفنر في النص هتلاقي ان بيحصل فيها باكلينج عالي، فالمساحه هتبقى كبيره، حتى لو انت سبتها كده ودخلت تعمل تشيكات دلوقتي هتطلع ان سيف، فعشان كده بنحط استيفنر في النص اسمها استابيليتي استيفنر. طيب بالنسبه بقى للاستيفنر الهوريزونتال ده، قال لك انت لحد دلوقتي حاطط الفيرتيكال ستيفنر، ممكن تدخل بعد كده تعمل تشيك على المساحه دي تلاقيها مش مسيفه معاك، ففي الحاله دي بنحط كمان ستيفنر اسمه هوريزونتال ستيفنر على كامل طول البحر كده في شكل هوريزونتال، هتلاقيه بيبقى زي يظهر مكانه هنا كده،
كأنك جاي بليت ولحمه، لحمه في الويب. طبعا هو له اشكال، ممكن يبقى بليت، ممكن يبقى انجل كده، ممكن يبقى تي سيكشن. المنظر ده، ده كده بالنسبه للاستيفنر. طبعا هنشوف ابعاده، هو بيتحط يا اما انت حاطط واحد على بعد من دي على 4 لدي على 5، يا اما انت حاطط واحد كمان على بعد دي على 2، برضو بنفس الشكل كده من الاول للاخر. ده كده بالنسبه لانواع الاستيفنرز بتاعتنا. طيب لو دي المين جيردر وانا بقول لك ارسم لي البندنج مومنت والشير فورس، انا واخده بس نصها. لو لاحظنا كده هنلاقي ان احنا عندنا زون او بانل، يعني اللي هي المساحه اللي ما بين اتنين ستيفنر فيرتيكال دي هنسميها بانل. فالبانل دي لو حد جه يبص لها كده، او خلينا مش البانل دي، لو حد جه يبص لها يقول لي ايه الاسترننج اكشن اللي جاي عليها؟ هو جاي عليها مومنت بس تقريبا قريب جدا من الزيرو، يبقى جاي عليها زيرو مومنت، وجاي عليها ماكسيموم شير، جاي عليها ماكسيموم شير فورس. يبقى البانل دي متعرضه ايه؟ متعرضه لبيور شير. يبقى انا عشان اعرف الباكلينج اللي هيحصل على البانل بتاعتي، انا لازم ابقى عارف هي ايه اصلا الاسترننج اكشن اللي شايلاها. البانل دي كده بيور شير. افتح بس حاجه اوريها لكم، يعني على ما تفتح بس. سيبها تفتح. فبالنسبة للبانل دي هتلاقي عليها بيور شير. ممكن يبقى حد مش مستوعب هو ليه يحصل باكلينج نتيجة الشير. هو مبدئيا كده قبل ما ادخل اتكلم، اي حاجة شايلة كومبريشن هي اللي هتتعرض للباكلينج. يبقى انا دلوقتي كل همي ان انا ادور على المساحة اللي شايلة كومبريشن. طب هو بالنسبة للشير يا هندسة، ده انا كان ما بيفرقش معايا اتجاهه، والله هو يعمل تنشن ولا كومبريشن ولا يعمل ايه اصلا الشير، الشير ليه يعمل لي باكلينج؟ اقول لك بفرض لو في بس حد فاتح مايك يقفله، يا هيقول حاجة يتكلم وبعدين يقفله. أنا حاسة أنا سامع صوت. سامعيني ولا إيه؟ أنا بتأكد بس. يبقى لو دي البانل بتاعتي جاي عليها مثلا، ونفرض إن ده اتجاه الشير، دايما اتجاه الشير الرأسي يبقى معاه اتجاه شير هوريزونتال، اتجاه شير مكافئ كده كنا بنسميه، انا مش فاكره بالظبط يعني فلو شير او حاجه زي كده. المهم ده اتجاه الشير المكافئ ليه. الاثنين الفرش دول ليهم محصله، فالمحصله بتقف في الاتجاه ده، وزي ما فوق برضو بيبقى فيه موجود تحت. فتلاقي انت دايما بيحصل عندك زي دياجونال كده، الدياجونال ده عليه تو فورسز بيضغطوا عليه، بيعملوا عليه كومبريشن، فهو ده سبب الباكلينج. يبقى الباكلينج ايه؟ ان انت معاك شير وشير مكافئ، الاثنين ليهم محصله، المحصله دي بتعمل لك زي دياجونال كومبريشن على الويب كله، على كامل الويب، كامل البانل يعني بتاعتك اللي عليها بيور شير دي. فدي فكره ان ليه الشير اصلا بيعمل لي باكلينج، نتيجه برضو لفيت ولفيت ودورت على الفورس كومبريشن. ده كل همي ان انا بحط ايدي على الفورس كومبريشن اللي هتعمل لي باكلينج. ده كده بالنسبه للبيور شير. طيب بالنسبه للبيور مومنت، البيور مومنت واحنا عارفين ان توزيع الاسترس بالشكل ده بيبقى استرس فوق كومبريشن وستريس تنشن، على حسب يعني اتجاه المومنت. اتجاه المومنت كده هيعمل لك فوق كومبريشن او تحت تنشن، فطبيعي ان انت هتلاقي المساحه اللي فوق دي كلها متعرضه اصلا لكومبريشن. اول ما، على فكره الكاميرا دي اول ما تيجي تحملها هتلاقي ان لو دي نصها يعني هتلاقيها ماسكه شويه من فوق عشان الحته دي مش عليها زي المساحه اللي تحت. بعد كده تبدا تطلع لبره، تطلع لبره، فتلاقي ان الجزء ده كده هو اللي جه طلع لبره وهو اللي حصل عليه باكلينج. فدايما جزء البيور مومنت هتلاقي برضو انه بيأثر على الجزء اللي عليه كومبريشن. طيب ده كده بالنسبه للبانل دي. بس جينا لما خدنا بانل في النص لقينا انها عليها شايله مومنت وشايله شير، يبقى هي هتتعرض لستريس كومبريشن هيعمل عليها باكلينج، وهتتعرض كمان لدياجونال كومبريشن يؤثر على كامل المساحه. دي كده بالنسبه لنا الكريتيكال بانلز. طبعا كل البانلز اللي جوه برضه بتحقق نفس الحته دي اللي هي تبقى عليها كومبايند شير ومومنت، بس احنا بندور على اكتر حاجه كريتيكال ممكن اعمل تشيك عليها. يبقى انا عندي ثلاثه بانل كريتيكال، يا اما انها عليها بيور شير، يا اما ان عليها كومبايند شير ومومنت، يا عليها بيور مومنت بس. طيب احنا بقى في التشيكات بتاعتنا هنعمل ايه؟ قال لك والله احنا هنعمل تشيك على البيور شير والبيور مومنت، بس الكومبايند ده يعني هنأجله شوية. واحنا هنأجله ليه؟ احنا مش هناخده،
بس هو بيظهر التشيك بتاعه في السكشن بتاع الكيرت المنت اللي هو هينزل لكم يعني ان شاء الله، يا النهارده يا بكره. هو ده آخر سكشن يا باشمهندس صح؟ لا وللاسف مش اخر سكشن ده، او اخر سكشن انا هديه، لكن انتوا مطلوب منكم كيرت المنت وتصميم الاستيفنرز وتصميم البيز، فانتوا المفروض ان انتوا هينزل لكم 3 سكاشن مسجله، يعني في منهم واحد بس ثلاثة اللي مسجلة أنا في الامتحان. داخلين معاكم في الامتحان، لان الدكتور للاسف ان هو قال كده. اللهم صل على النبي. ربنا يعينكم. طب معانا برضه ولا مش اليوم في الشفوي؟ لا ما اعرفش الشباب الشفوي ده، يعني اي حاجه اتقالت في المحاضرات معاكم. مش مهندسة لو سمحتي، هو شفوي امتى؟ عشان مش معايا الجدول. ماشي هنتكلم على كل حاجة. وانتوا شافوا بكرة يوم الخميس؟ بكرة الخميس صح، بكرة الساعة كام؟ هنشوف لكم في الآخر. انتوا كده انتوا تقريبا اصلا معاكم دكتور احمد الحديدي وانا اللي معاه، هنشوف بس كده أسئلة في الآخر، شفوية أو حاجة كده ممكن تبقى تديها لنا في آخر السكشن. هنتكلم بس في الآخر عشان الوقت. المهم لو دي كده، انا خدت الويب بانل، خدت بانل واحدة بس بره، دي بانل عليها شير، عليها بيور شير بس. فايه اللي حصل؟ لقيت ان نتيجة ان انت عندك فورس شير ناحية من الاتجاه ده وفورس معاها مكافأة، فالاتنين يعملوا كومبريشن، فبدأ الجزء البليد زي ما انتوا شايفين بدأ يحصل فيه باكلينج، يبدأ يطلع لبره. الحالة دي ممكن تحصل معاك امتى؟ لو انت مثلا حاطط هنا هوريزونتال ستيفنر، فتلاقيه ده عاملك المساحة اللي فوق والباكلينج كله نزل على المساحة اللي تحت، دي حالة. ممكن لو انت مش حاطط ستيفنرز خالص، فدي حالة زي الدياجونال كومبريشن اللي بقول لكم عليها، ان انت عندك فورس كومبريشن من الاتجاه ده وفورس كومبريشن من الاتجاه ده، الاتنين عملوا لك دياجونال، يبقى ده كده شكل الباكلينج اللي ممكن يحصل لك، دي برضو حاله شبهها. في حاله ان انت لو انت حاطط هنا هوريزونتال ستيفنر في النص بس، فقسم لك مساحتين، قلت لك ان المساحه كلها اصلا متعرضه للباكلينج، بدل انت بتتكلم على بيور شير فالمساحه كلها متعرضه للباكلينج. لو انت حاطط هنا هوريزونتال ستيفنر، فهيعمل لك جزء فوق عليه باكلينج وجزء اللي تحت، بدأ يقسم لك الجزئين، بدل ما يحصل على كامل يحصل مثلا زي ساين ويف كده، جزء نص دايره كده كله يحصل عليه باكلينج، قال لك لا الاستيفنر ده قلل لي شويه، يعتبر قلل لك من الديسبليسمنت اللي هتحصل نتيجه الباكلينج على فكره. ده كده بالنسبه للبانل اللي عليها بيور شير، عشان لو الناس مش مستوعبه شكلها. ندخل بقى في المساله بتاعتنا. مبدئيا بس حاجه، يبقى احنا هنعمل النهارده تشيك على الويب باكلينج ديو تو بيور شير وبيور مومنت، الكومبايند ده هتلاقيه معاكم في السكشن بتاع الكيرتلمنت، وانا اللي هسجله يعني وانزله. طيب بصوا يا شباب، احنا هندخل دلوقتي ناخد البانل دي والبانل دي بره، نعمل فيها ايه؟ نحسب عليها استرس اكتوال، ونحسب عليها اللوبل باكلينج استرس، وفي الاخر نقارن القيمتين ببعض ونشوف هي مسيفه ولا مش مسيفه. بس في حاجه، اصلا القوانين دي كلها جايه من واحد اسمه اويلر. الناس فاكره اويلر ده؟ اويلر بتاع الكومبريشن اللي كان جايب عمود هنجد هنجد وقعد يحمله لحد ما وصل انه يحصل فيه اول باكلينج، ولما حصل اول باكلينج جاب الحمل اللي عمل اول باكلينج ده وسماه بي اويلر. الناس فاكره بقى؟ طبعا الناس مش فاكره. المهم ان القوانين كلها جايه من الراجل ده. الراجل ده كان وصل في الاخر ان البي اويلر بتاعته دي بتساوي باي تربيع في الاي على سلندرنس ريشيو تربيع، وصل للحكايه دي في الاخر، مضروبه في فاكتور اسمه كي. الكي ده هنشوفه. المهم ان انت في الاخر القوانين كلها هي اصلا جايه من الراجل ده، بس في قوانين هتلاقيه القانون اللي شبه ده شويه هتلاقيه في البيور مومنت، القانون مختلف شويه هتلاقيه في البيور شير. فانت دلوقتي تعمل ايه؟ واحنا دلوقتي بنحل، فالقوانين المفروض انها تبقى معاك جيفن، بس لو جالك سؤال مقارنات زي اللي هناخده في الاخر، فاحنا هنرجع بطبيعتنا للقانون الاصلي، هنقول الحته دي تاني في الاخر. ندخل بقى في المساله. بيقول لي هنا عندي دبل تراك ديك بريدج
27 متر ديفايدد 9 بانلز، دي تهمني قوي عشان تقسيمه الاستيفنرز. سبيسنج بتوين مين جيردر ان كيس اوف دبل تراك ديك بريدج، مديني بس عرض البحر الكوبري 7.2 متر. ما يهمنيش بقى دلوقتي، انا ما يهمنيش في الويب باكلينج غير ابعاد المين جيردر نفسها والتقسيمه بتاعت البانلز. ويهمني ايه تاني بقى؟ يهمني الاسترنج اكشن بتاعت المين جيردر، ما هي دي اللي عملت تشيكات بيها. مديني الام ديد، والام ديد زائد لايف زائد امباكت، والكيو ديد زائد لايف زائد امباكت. انا طبعا مش هحتاج غير ده وده، ده بس كنا بنحتاجه في تصميم المين جيردر ممكن عشان تعمل التشيك بتاع الفتيج. مني ايه بقى؟ طالب ان انا اعمل تشيك على المين جيردر اجينست ويب باكلينج ديو تو بيور شير، وتشيك برضو اجينست الباكلينج ديو تو بيور مومنت. يبقى انا دلوقتي يا شباب مساله الويب باكلينج دي المفروض انا محتاج منها ايه؟ محتاج منها اسبان الكوبري، محتاج منها انه متقسم لكام بانل على مسافات قد ايه، هو قال لي هنا 9 في 3. محتاج منها ان انا يبقى معايا سترينج اكشن. المساله دي يا اما انها تبقى تراكميه على مساله من قبلها انت مطلع اصلا سترينج اكشن، يا اما انها مساله لوحدها خالص هيبقى مدي لك سترينج اكشن جيفن، يعني حاجه من الاثنين، لكن عمرك ما هتعمل كل حاجه في نفس الخطوه. بيقول لي هنا تشيك ويب باكلينج ديو تو بيور شيل، اعمل ايه بقى لما يقول لي كده؟ المفروض ان انا ابقى عارف اصلا انا هستخدم كام ستيفنر. هو لما بيديني السؤال هو اداني كده وخلاص، اداني بيقول لي عندك كوبري اسمانه 27 متر، ما قاليش فين الاستيفنرز اللي هنا. طب انا اعمل ايه بقى؟ قال لك انت لازم انت تحدد هتستخدم كام ستيفنر. فمدينا كده ثلاثة اوبشن. لو انت الاسبان بتاعك اقل من 15 متر فتلاقي الاسبان صغير، فمطلع لك برضو ويب يعني الدبس بتاعه مش كبير قوي، فالدنيا لسه هاديه، فيقول لك ايه؟ يوز فيرتيكال ستيفنر اونلي. فيرتيكال ده يعني اسمه ترانسفيرسال، يفضل الناس تحفظ الكلمه دي، انا نفسي بتلخبط في الترانسفيرسال دي، يعني ببقى حافظه فيرتيكال هوريزونتال احسن، بس عشان لو جات لك في الامتحان تبقى فاهم يعني ايه. يبقى يوز فيرتيكال ستيفنر اونلي، يعني هتستخدمه فين؟ والله عند اماكن السبورتات، عند اماكن الكروس جيردر، ما بين كل اتنين ستيفنر بتحط واحد، بحيث ان المسافة دي من 1.5 ل 1.8. طب افرض تلات اكبر من 1.8، خلاص حط واحد كمان بحيث ان انت توصل برضو ان المسافة ما تزيدش عن 1.8 وما تقلش عن 1.5 متر، او لو قلت ما فيش مشكلة، بس اهم حاجة انها ما تزيدش بس عن 1.8. ده كده لو الاسبان بتاعك اقل من 15 متر يبقى انت هتستخدم فيرتيكال ستيفنر اونلي، يعني هتستخدم ده بس يعني. طيب لو الاسبان بتاعك من 15 ل 28 متر، فقال لك لا انت في الحاله دي الفيرتيكال ستيفنر بس مش هيفيدني قوي، انا محتاجه ازود التدعيم. يبقى الفيرتيكال ستيفنر ده ثابت معاك دايما هتستخدمه، بس في الحاله اللي هي من 15 ل 28 اتضح ان انت محتاج كمان شويه تدعيم، فقال لك هتستخدم هوريزونتال ستيفنر على مسافه من ربع ل 2 من 10 الدبس. يبقى انت هتيجي هنا من اول من وش الدبس بتاعك من وش الويب يعني تبدا تبعد وتحط هوريزونتال ستيفنر اللي هو ده اللي هو بيظهر عندك فوق هنا مكمل الاسبان. المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي من دي على 5 لدي على 4 اللي هي من ربع ل 2 من 10 دي، يعني ده كده بالنسبه للهوريزونتال ستيفنر. وزي ما قلت لكم ان هو له اشكال كتير، ده كده كاني بقول لك حط انجل، ممكن يبقى شكل تي، ممكن يبقى بليت بس عادي بليت بس كده. ده كده بالنسبه للهوريزونتال ستيفنر. طيب لو الاسبان بتاعك بقى اكبر من 28 متر بتعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي انت كده ولا كده معاك فيرتيكال ستيفنر، خلصنا منه، وبرده انت بدل الاسبان اكبر من 28 فانت معاك برده هوريزونتال ستيفنر على مسافه من دي على 5 لدي على 4. طب افرض بقى دلوقتي المسافه دي زادت، فده معناه ان الاسبان زاد فالدبس بتاعك زاد، فالباكلينج بقت المساحه اللي شايلاه كبيره. طيب تعمل ايه بقى في المساحه الكبيره دي؟ الفيرتيكال والهوريزونتال اللي فوق برضو لسه مش مسايفين معاك، فتبدا تحط كمان هوريزونتال ستيفنر على مسافه من وش الويب هنا دي على الاثنين، بده كده الهوريزونتال ستيفنر. يبقى انت هنا في الحاله دي الاسبان اكبر من 28 كده ولا كده انت مستخدم فيرتيكال. طب هتستخدم ايه تاني؟ والله هستخدم هوريزونتال اللي هو اللونجيتودنال يعني على مسافه من ربع ل 2 من 10 الدبس، وهتستخدم واحد كمان على مسافة نص الدبس. طيب أنا المسألة بتاعتي بقى كانت بتقول إيه؟ أنا المسألة بتاعتي كانت اسبان 27، يبقى أنا فين في الحالة دي؟ أنا في الحالة التانية.
يبقى انا هستخدم كده ولا كده، هستخدم فيرتيكال ستيفنر. طب تستخدمه على مسافات قد ايه؟ احنا قلنا ان احنا هنحط عند السبورت وعند اماكن الكروس جيردر، هتلاقي ان ما بين كل كروس جيردر والتانية 3 متر. حطي لي بقى واحد كمان، هتلاقي ان المسافة دي 1.5، في الرينج من 1.5 ل 1.8 يبقى اوكي. يبقى انا هنا عشان كده اخترت واحد ترانسفيرزال ستيفنر كل مسافة 1.5 متر يعني من الاخر. وهتستخدم ايه تاني انت في الاوبشن التاني؟ يبقى هستخدم، محتاج كمان هوريزونتال ستيفنر على مسافة دي على 5 من وش الويب. ده كده حل المسألة بتاعتي، ان انا هستخدم فيرتيكال على مسافات 1.5 متر، وهستخدم هوريزونتال ستيفنر على بعد دي على 5 من وش الويب. طبعا هي دي على 5 او دي على 4، بس ثبت رقم في دماغك وخلاص، يعني خد دايما مثلا دي على 5، ثبت الرقم يعني. ده كده بالنسبة للاختيار بتاع الستيفنرز اصلا. دي حاجة ممكن هو يبقى مديلك اصلا المسألة جيفن فيها الستيفنرز دي، فخلاص روح اعمل تشيكاتك لو مديها لك. طب لو مش مديلك يبقى انت اللي هتحطهم. بعد كده انا بقول لكم ان انا بقى عايز احط ايدي على المساحة اللي شايلة كومبريشن، لان هي اللي هتشيل الباكلينج ده. طيب لو انا بتكلم على بيور شير، فانا بتكلم على البانل دي، البانل اللي بره دي، دي كده بيور شير. عرفت خلاص اماكن الاستيفنر، عرفت ابعاد البانل لان انا خلاص حطيت الاستيفنرز بتاعتي، عرفت ان المسافه دي 1.5 متر والمسافه دي كلها اللي هي الديبس بتاع الويب، وحطيت كمان استيفنر على مسافه دي على 5 اللي هي 540 دي 540 مللي يعني. طيب بعد كده فين بقى المكان اللي انا هعمل عليه تشيك؟ انت دلوقتي بما ان انت مستخدم هوريزونتال استيفنر، فانت عندك مساحتين، المساحه اللي فوق والمساحه اللي تحت، انهي واحده بقى تعمل عليها تشيك؟ قال لك بص بقى، لو انت مستخدم هوريزونتال ستيفنر، فانت دلوقتي عندك مساحتين شايلين كومبريشن، بس المساحه اللي فوق دي صغيره قوي، يعني مش كريتيكال خالص بالنسبه لي. امال ايه الكريتيكال؟ لا، انا الكريتيكال بالنسبه لي هي المساحه الكبيره، زي ما قلت لكم ان انا عندي البيور شير بيعمل لي دياجونال كده، فالمساحه دي مش متاثره زي المساحه اللي تحت اكيد بشكل يعني منطقي كده. هتلاقي ان المساحه اللي تحت هي بالنسبه لي هي الكريتيكال كومبريشن اريا، هي اللي شايله الكومبريشن، هي اللي ممكن يحصل عليها فعلا باكلينج. يبقى انا دلوقتي عايز احط ايدي على المساحه اللي شايله الباكلينج، فانا خلاص اخترت البانل اللي هعمل عليها تشيك هي اللي تحت دي. طب افرض انا كنت مستخدم كمان واحد هوريزونتال على بعد دي على الاثنين، فين المساحه الكريتيكال؟ لا، انت في الحاله دي عندك ثلاث مساحات. طب انهي واحده بقى كريتيكال بالنسبه لي؟ اكبر مساحه. دايما تحط ايدك، طبعا كلامي على البيور شير لحد دلوقتي، في البيور شير تحط ايدك على اكبر مساحه هي اللي هتبقى بالنسبه لك الكريتيكال. طيب لو انت اصلا مش مستخدم ولا هوريزونتال ستيفنر، كان مثلا الكوبري بتاعك سبانه اقل من 15، فقلت لي انا هستخدم فيرتيكال ستيفنر وخلاص. طب في الحاله دي ايه بقى؟ لا، في الحاله دي المساحه كلها معاك، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي تدعيم في النص. يبقى لما تيجي تتعامل في التشيك بتاعك هتتعامل مع كامل المساحه. ده كده بالنسبه للكريتيكال بانل، لازم تبقى فاهم فين الكريتيكال بانل. لما تيجي اطلع بقى الكوبري بتاعي، انا طلعت الويب البانل بتاعتي طلعتها بره، اللي هي العرض 1.5 متر اللي هي المسافات ما بين الفيرتيكال ستيفنر، والارتفاع كامل اللي هو الدبس بتاع المين جيردر. طيب انهي مساحه؟ انا مستخدم هوريزونتال، يعني عندي مساحتين، اللي فوق دي صغيره ما تعمليش كريتيكال. طب انهي مساحه هتعامل معاها؟ قال لك لا خلاص، انت هتتعامل مع المساحه اللي تحت، تاخدها كده بره عشان اللخبطه وتتعامل معاها. يبقى انا طلعت المساحه اللي تحت دي اللي هي بالبعدين بتوعها 216 في 150. دي كده بالنسبه لي الكريتيكال بانل، دي اللي انا هعمل عليها تشيك دلوقتي يا شباب. طيب ممكن في الامتحان يقول لك تشيك ويب باكلينج اد ذا سب بانل. سب بانل دي يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها البانل اللي فوق. هو حر، هو عايز يعمل تشيك على البانل دي، خلاص يبقى بدل دي هتشيلها وتطلع لي البانل دي بره، هي دي اللي هو عايز يتعامل معاها. ممكن يقول لك كده، خلاص هو حر بقى، محدش يحكم دماغه ويقول لي لا ده يا هندسه ازاي ده اللي تحت هي كريتيكال، بس هو مش عايزها، خلاص بقى خد اللي فوق. هو بيقول لك سب بانل، يعني عايز البانل اللي فوق يعمل عليها تشيك ويب باكلينج. طيب بعد كده هتروح بقى نحسب، انا خلاص بدل جبت المساحه اللي عليها الباكلينج، فانا عايز اعمل حاجتين والله، احسب الالاوبل باكلينج ستريس واحسب الاكتشوال ستريس اصلا اللي عليها. طبعا هي عليها شير ستريس من الاخر، ما هو ده اللي بيأثر عليها. عايز احسب بقى الاكتشوال شير ستريس اللي هيعمل لي باكلينج ده. فلما نروح نحسب، يا ده كده السيستم اللي احنا هنمشي بيه، انا عايز اوصل لكيو اكتشوال وعايز اوصل لكيو بي، ده كده الالاوبل
وده الاكتوال. المفروض ان انا عايزه اقارن الاثنين دول ببعض، بس عشان انت توصل للخطوه دي في بقى كام خطوه وراها. كام خطوه دي تبدا بايه بقى؟ تبدا بحاجه اسمها اسبكت ريشيو. احنا ممكن ناس تتسال يقول لهم ايه؟ يقول لهم هو الباكلينج بيعتمد على ايه؟ الباكلينج في الويب بتاعتك دي بيعتمد على ايه في البيور شير؟ يعتمد على حاجه اسمها الكي. الكي دي اسمها بنسميها باكلينج فاكتور. طيب ما الباكلينج فاكتور ده برضو بيعتمد على ايه؟ من اول ما انا بدات عماله اقول ايه؟ هي البانل دي بتاعتي شايله شير ولا مومنت؟ يبقى بيعتمد على ايه يا شباب؟ بيعتمد على اللودنج. يبقى الباكلينج بتاعك في البيور شير بيعتمد على ايه؟ او في عموما الباكلينج بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اللودنج. انت الويب بانل بتاعتك اصلا شايله شير ولا مومنت ولا كومبايند؟ طيب ايه تاني؟ والله انا من بعد كده بدات اقول احط ستيفنر كذا واحط في هوريزونتال واحط فيرتيكال. يبقى الباكلينج برضه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الباوندري كونديشن بتاعتك. اصل انت بالنسبه لك لو دي البانل بتاعتي وانا مستخدم هنا ستيفنر وهنا ستيفنر وهنا ستيفنر، دي كلها تعتبر سبورتات ليك على فكره، دي سبورت للويب. الاستيفنر دي سبورت في الاوت اوف بلان. يبقى انا دلوقتي الباكلينج برضه بيعتمد على الباوندري كونديشن اللي هي متمثله في الفيرتيكال والهوريزونتال استيفنر. طيب بيعتمد على ايه تاني بقى الباكلينج؟ قال لك هتاخد بالك دلوقتي وانت بتحل ان انا بحسب حاجه اسمها اسبيكت ريشيو. الاسبيكت ريشيو دي بتجيب لي النسبه ما بين الابعاد، ما بين ابعاد البانل. هتلاقي دايما ان النسبه دي متحكمه معاك في شكل الباكلينج. يعني بنلاحظنا من كتر التجارب ان لو انت عندك بانل بالشكل ده كده مربع يبدا يحصل عليها باكلينج استرس عالي بالشكل ده مثلا، ده لو هي مربع. لكن كل ما تبقى مستطيل كل ما تلاقيها المستطيل ده يعتبر كانك ايه؟ كانك بتخنق الباكلينج. فكره ان هو يحصل على مسافه كبيره كده ولا يحصل على مسافه صغيره، فانت كانك بتخنقه من الاخر يعني. فعشان كده تلاقي ان دايما حته الاسبكت ريشيو دي مقصره معاك في حته الباكلينج، ودي هنشوفها في المثال الاخير معانا. ان الويب بانل اللي شكلها سكوير دي ما بيحصلش بيحصل عليها باكلينج ستريس عالي، لكن كل ما تخلي ابعادك مستطيله كل ما كانك بتخنق المسافه اللي هيحصل عليها باكلينج. فده تاثير الاسبكت ريشيو. جينا سالنا اي حد والله هو الباكلينج اصلا بيحصل بسبب ايه او بيتاثر بايه، فالمفروض ان هو يرد يقول لي ايه؟ يرد يقول لي ان هو بيتاثر بحاجه اسمها باكلينج فاكتور اللي هي الكي دي. فالباكلينج فاكتور ده اصلا انا بحسبه بناء على ايه بقى؟ بحسبه بناء على ثلاث حاجات. والله اللودنج اللي عندي انا بيور شير ولا بيور مومنت، الباوندري كونديشن اماكن الاستيفنرز اللي انت حاططها فين لانها تعتبر سبورت للويب بتاعك، الاسبكت ريشيو لان انا ابعاد الويب نفسها او ابعاد البانل يعني ابعاد البانل نفسه بيأثر معايا في شكل الباكلينج ويف. بنسميه كده الباكلينج ويف، دي كده الباكلينج ويف دي كده. فالاسبكت ريشيو ده بيأثر معايا في الباكلينج شكله. يبقى دي كده كلها ده يعتبر سؤال، وساعات على فكره بيجي في الامتحان يبقى سؤال نظري. يبقى انا هروح احسب اول حاجه الاسبكت ريشيو اللي هي الالفا. طيب دي كده الكريتيكال بانل بالنسبه لي اللي هي اللي جوه طبعا. فلما تروح تحسب الاسبكت ريشيو الالفا بتساوي ايه؟ الالفا بتساوي افقي على راسي. مش عايزه حد يحفظ لي دي على دي واحد ودي واحد على دي والكلام ده، لا محدش يعمل كده عشان الناس هتتلخبط. الالفا بتساوي ايه؟ بعد افقي على بعد راسي. ممكن الويب بانل دي تبقى هي اللي فوق، فلو هي حاله اللي فوق هتلاقيها بالشكل ده. فالناس اللي حافظه بقى دبس ومش دبس هتلاقي راح تروح تقسم لي تعتبر ان ده كده هي اللي بيحطها في البسط. لا ما بنعملش كده، حتى لو البانل شكلها مستطيل مايل كده او مقلوب يعني مش راسي، فالالفا هنا بالنسبه لك هتساوي ايه؟ هتساوي الافقي ده الافقي على الراسي. ده كده بالنسبه للالفا. فالالفا هنا خدتها الافقي اللي هو العرض اللي هو المسافه يعني بين تو ستيفنر اللي هي 150. طبعا احنا هنا بيعوض بالسنتي، عوض باللي انت عايزه، دي نسبه على الراسي. الراسي هنا اللي هو 216 طلع له الرقم ده، يبقى ده كده الاسبكت ريشيو. طب لو انا بحل اللي فوق الاسبكت ريشيو هيساوي ايه؟ لو انا بتكلم على الصب بانل هيساوي 150 على 54، ده كده الاسبكت ريشيو. طيب بعد ما حسبنا الاسبكت ريشيو قلنا ان احنا هنروح نحسب حاجه اسمها الباكلينج فاكتور، لان الباكلينج فاكتور ده اللي بيعتمد عليه شكل الباكلينج ويف. يبقى الباكلينج فاكتور بالنسبه لي قال لك بس خلي بالك هو له معادلتين.
يا اما ان الالفا اللي انت حاسبها دي اقل من الواحد فهتعوض في المعادله دي، يا اما ان الالفا اكبر من الواحد فتعوض في المعادله دي. هي امتى تحصل ان الالفا اكبر من الواحد؟ تحصل مع البانل اللي الصب بانل اللي فوق دي يا شباب. لو جيت تحسب هنا الالفا هتلاقيها اكبر من واحد، 150 على 54، ففعلا وارد انها تحصل. طيب انا الحاله بتاعتي الالفا اقل من الواحد، فهروح احسب الكي كيو بيساوي 4 زائد 534% على الفا تربيع يديني الرقم ده. طيب بعد ما حسبت الكي كيو قال لك قبل بقى ما ندخل نحسب ده كده سلندر نس ريشيو. طبعا احنا في الباكلينج دايما معتمدين ان احنا بنحسب حاجه اسمها سلندر نس ريشيو، يعني النسبه ما بين البعد للسكنس، لان يعني ده بيأثر معايا برضو في الباكلينج. فقبل ما ندخل نحسب احنا نعمل تشيك صغير كده، ما افرض انت بالابعاد دي ممكن اصلا ما يحصلش عندك باكلينج. فقال لك ازاي بقى؟ قال لك هنروح نحسبها. في بس ملحوظه كده هقولها في السلايد اللي جاي. قال لك عندك حاجه من اتنين، عندك تعمل تشيك الويب بتاعك ده انا بسميه يا اما ستيفند يا اما ان ستيفند. طب ستيفند دي امتى؟ ستيفند دي بيقولوها لما بيكون عندك هوريزونتال ستيفنر. لو ده الويب بانل بتاعك بيقولوها لما يبقى عندك هوريزونتال ستيفنر، ده كده ستيفند. طب امتى يبقى ان ستيفند؟ ان ستيفند يعني لما يبقى بالشكل ده، ما عندكش ولا هوريزونتال، تمام كده؟ طيب لو بتكلم على ستيفند ويب فهقول لك ايه، هتروح تعمل تشيك على الدي على التي ويب وتقارنه ب 45% جذر كي كيو على اف يلد. لو طلع اقل منه فانت اصلا ما عندكش باكلينج جاي من الشير، يبقى قبل اصلا ما تدخل تحل انت ما عندكش باكلينج. وفي الحاله دي يبقى انت اصلا الاستريس الالاوبل اللي بالنسبه لك بالنسبه للشير اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو 35% اف يلد، واللي انت ممكن تتسال فيه برضو يقول لك ايه الالاوبل شير ستريس، انت حافظه ده رقم حافظينه كلنا 35% اف يلد. طب افرض بقى ان هو طلع اكبر منه، لا لو طلع اكبر منه يبقى انت عندك باكلينج وتدخل تحل المساله، تدخل تكمل بقى، احنا واقفين هنا في المحطه دي، لو طلع عندك باكلينج تكمل بقى المساله بتاعتك. طب ما عندكش باكلينج يبقى انت وقفت هنا، ويبقى انت اصلا الالاوبل بتاعك اللي هو ال 35% اف يلد اللي انت اصلا مصمم عليه، فانت كده الدنيا بالنسبه لك خلاص مرتاح. طيب ده لو انت ستيفن دويب. طب افرض ان انت ان ستيفن دويب. ان ستيفن دويب يعني انت الويب بانل بتاعتك بالشكل ده، عندك فيرتيكال وكل حاجه بس ما عندكش ولا هوريزونتال. طب في الحاله دي قال لك بتروح تقارن الدي على التي ويب بتاعتك بجذر 105 على جذر اف يلد، والله طلعت اقل منها يبقى انت برضو ما عندكش باكلينج. طب افرض طلعت اكبر منها، اكبر منها يبقى انت عندك باكلينج وتدخل تكمل حل المساله. وطبعا حته ان انت ما عندكش باكلينج فخلاص متفقين، يبقى انا دلوقتي الالاوبل الوحيد اللي عندي هو ال 35% اف يلد اللي انا اصلا مصمم عليه لو الناس فاكره. نعمل تشيك بقى المساله بتاعتنا، رحت جبت الدي على التي ويب، دي البانل بتاعتي يا شباب، البانل الكريتيكال، البانل الكريتيكال اللي هي كانت ابعادها 216 في 150 عشان الناس ما تروحش تعمل على التشيك كامل. فلما دخلت عملت تشيك، عملت تشيك بابعاد البانل الكريتيكال بتاعتي، فجبت ال 216 على السكنس 1.4 طلع لي الرقم ده. هتروح تحسب 45 جذر كي كيو على اف فيلد طلع لك الرقم ده، تقارنهم ببعض. طبعا واضح ان الرقم الدي على تي ويب اكبر من النسبه، يبقى انت للاسف عندك باكلينج ديو تو شير. ده كده بالنسبه. طيب انا عرفت هنا في التشيك باكلينج ان انا عندي باكلينج، ادخل اعمل ايه بقى؟ ادخل اكمل مسالتي، والله هروح احسب بقى سلندر نس ريشيو اللي هو بيساوي دي على تي ويب على 57 في جذر اف يلد على كي كيو. قوانين مش حفظ، القوانين بتجي لك، لو طبعا انت مش هتدخل باكواد لان مش معاك كود اصلا نسخه هارد، فانت القوانين دي بتبقى جايه في صفحه كده ولا صفحتين مع الامتحان لوحدهم، يا اما في ظهر الامتحان يا اما لوحدهم اصلا. بس طبعا بحب ان الناس عينيها تبقى فاهمه القانون عشان ما تقعدش تدور على الفاضي، عينيك بس تبقى واخده على القانون على شكله. فاللاندا كيو بتاعتي بتساوي ايه؟ هنعوض بالدي، وطبعا اقصد بالدي الرأسي، اقصد بالدي ايه يا شباب؟ الرأسي، الرأسي بتاعك ده 216، 216 على 1.4 على 57 في جذر الاف يلد بتاعتك 2.8، عشان طبعا احنا من الاول خالص ماشيين بستيل 44، على الكي كيو اللي انت لسه حاسبها طلع لك الرقم ده. بعد ما جبنا اللاندا كيو نعمل ايه بقى؟ ندخل بقى نحسب الالاوبل باكلينج ستريس. قال لك عندك ثلاث حالات، يا اما اللاندا كيو اللي انت لسه حاسبها دي اقل من 8/10 يبقى انت الالاوبل بتاعك برضو هو بتاع الشير اللي هو 35% فيلد،
يا اما ان اللندا كيو بتاعتك دي محصوره ما بين قيمتين 8 من 10 وال1 و2 من 10، يبقى الالاوبل باكلنج ستريس يتحسب من القانون ده، او ان اللندا كيو اكبر من 1 و2 من 10 هيتحسب من القانون ده، وهي كلها تعتبر نسب من ال 35% فيلد من الاخر يعني. هي اصل انت يعتبر الماكسيمم بالنسبه له هو ال 35% فيلد، اصل لو حصل باكلنج فما يقدرش يديلك الماكسيمم اللي هي حته الشير ستريس اللي الاوبل ده، فبدا يضربها في نسبه. كل القوانين يعتبر واخد نسبة من 35% فيلد بسبب الباكلينج. طب المسألة بتاعتي أنا كانت اللامدا كيو ب1.1، يعني محصورة ما بين 8 من 10 ل 1.2 من 10، يبقى أنا في القانون التاني ده المدخل أعوض بالكيو بي، أروح أجيب 1.5 ناقص 625 من 1000 قيمة اللامدا كيو في 35% فيلد، يعني من الآخر نسبة مضروبة في 35% فيلد، طلع لي ان انا الالاو بالباكلينج ستريس 755 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. يبقى انا كده وصلت هنا، حسبت اللامدا كيو، حسبت كيو بي، فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي احسب الاكتشوال. ايه بقى هو الاكتشوال عندي؟ لو ده كده اللي الشير ستريس بتاعي، احنا اللي احنا كنا مطلعينه من الستريننج اكشن اللي هو عندي السبورت يا شباب، اللي هو بيبقى شايل كيو ديد زائد لايف زائد امباكت. امال ايه اللي انا عايز احسبه؟ اصلا يعني واخد بانل، والمفروض ان انا بتعامل دايما مع سنتر البانل، فتلاقي ان سنتر البانل مش شايله بالظبط يعني كيو ديد زائد لايف زائد امباكت، لا ده شايله نسبه صغيره، نسبه كبيره مش صغيره، بس يعني انت هتطرح منها بس حاجه بسيطه. فقال لك ان انت هنا في الميد بانل شايله 94% او 95% يعني كيو ديد زائد لايف زائد امباكت، دي بناخدها بس 95%. يبقى انت عندك هنا الكيو اكتشوال بتاعتك هتتحسب من 95% كيو ديد زائد لايف زائد امباكت. ده كده بالنسبه للبانل اللي هنا. طيب عشان تجيب ستريس يبقى انت عندك فورس على اريا، طب انهي اريا بقى تتعامل معاها؟ هو انت الشير ده بيأثر لك على البانل الكريتيكال بس؟ لا طبعا، انت الشير ده بيأثر على كامل مساحه البانل، طبعا اقصد بيها مساحه البانل من جوه، يعني الدي ويب في دي ويب، الشير طبعا بيأثر على ويب ما بيأثرش على مساحه، بس انا اقصد ان هو بيأثر من على كامل الطول ده، يعني ما بيأثرش طبعا على الكريتيكال بس، بيأثر على كامل الطول. فانت لما تيجي تعوض خلي بالك ان البانل دي كلها اللي هو الدبس، يعني الدبس ال 270 ده هو اللي بتعوض بيه، دبس الويب عادي خالص اتش ويب في تي ويب، كاني بقول لك اعمل تشيك شير على المين جيردر، ده اللي انا طالباه منك، بس انت بتعوض بس ب 95% كيو ديد زائد لايف زائد امباكت على الاتش ويب في تي ويب، واقصد بيه الويب كامل من الاول للاخر. طلع لك ان الويب عليه في المكان ده 56% طن على سنتيمتر تربيع، يعني البانل دي متأثرة ب 56% طن على سنتيمتر تربيع. تروح تقارنه بالكيو بي اللي كان طالع 755 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع، طبعا تلاقي ان كيو اكتشوال بتاعتك اقل من الكيو بي، يبقى انت مسيف. طيب افرض انت بعد كل ده لقيت ان انت انصيف، تعمل ايه بقى؟ مش انت هنا كنت مستخدم فيرتيكال ستيفنر وهوريزونتال؟ طب ما انت فاضل معاك واحد كمان هوريزونتال، ممكن تستخدم واحد على بعد دي على الاثنين. حته ان انت واحنا بنختار في الاول الاسبان من 15 ل 28 فقلت لك تستخدم فيرتيكال وهوريزونتال بس، ده مش قانون، لا ده دي تعتبر ساعات بيقولوها في الاكواد ايه، ساعات بيقولوها ريكومنديشن، مديلك بس ريكومنديشن كده في الاول لحد ما تصمم وتشوف انت بتعمل تشيكات سيف ولا ان سيف، فاهمين؟ فانت هنا لو طلعت ان سيف ايه اللي هتعمله؟ خلاص هتقوله انا هستخدم كمان هوريزونتال ستيفنر. ده حل، انت لو استخدمت هوريزونتال ستيفنر بدل ما كنت بتتعامل مع المساحه اللي هي دي اقصد المساحه دي كلها، لا انت قللتها، هتبدا تتعامل مع المساحه دي. طيب ايه الحل التاني؟ انت ممكن تبقى المسافه دي، المسافه دي مثلا، نعم، وانا ليه ما استخدمتش الاستفنار على بعد دي على الكم الاول؟ يعني انت ممكن تستخدمه في الاول على فكره عادي، بس هي الفكره ان انت دايما بتحاول وانت بتصمم توصل لحاجه اسمها اوبتيمم ديزاين، يعني انا ممكن استخدمه ويطلع ملوش لازمه زي ما حصل هنا، انت كنت ممكن تستخدمه بس ملوش لازمه لان انت من غيره برضه مسيف، فاهمني؟ تمام ولا ايه؟ على بعد دي على خمسه كنت استخدمه الاول. انا مش سامع، مش سامع. طب ايه يا باشمهندس يعني الابعاد بتاعتي اللي لو انا اخش الامتحان بتاعي الاقيها قدامي اعرف ان انا احط استثمار على بعد ده على الاثنين علشان ما ياخدش معايا وقت في الامتحان وكده؟ لا هو على يعني فكره هي الريكومنديشن اللي محطوطه دي بتبقى مسيبها معاك على طول من الاول،
يعني احنا حاطينها اصلا عشان من كتر التصميم هو وصله ان الاسبانات دي هتاخد بس هورزونتال واحد، هي طبعا هتطلع معاك مسيفه، ده حاجه قليله قوي لو طلعت معاك مش مسيفه. وبعدين افرض انها طلعت معاك مش مسيفه وانت حليت المساله من اولها لاخرها، هتقول له ايه؟ هتقول له والله انا هستخدم هورزونتال ستيفنر والمفروض ان انا ارجع اعيد حسابات، بس هي خلاص هتبقى مسيفه عشان انت مش معاك وقت. طب افرض معاك وقت، خلاص عيد تاني المساله. بس هي مش هتحصل، مش هتحصل على فكره، ان بيبقى حاطط الامتحان بيبقى عارف ايه اللي هيحصل. يعني معلش يا باشمهندس انا طب انا والله ما سامعاك، انت بتقول حاجه بس في دوشه او في حاجه في الصوت مش مظبوطه. لا صوت واضح كده. ماشي اتفضل. الاستيفنر اللي هو الدي على الاثنين ده ما ينفعش ان انا اتجاوز واخده قبل ما اخد اللي هو الدي على الاربعة او الدي على خمسة. لا بصراحة دي ما معرفهاش، لان انا نعرفه ان احنا دايما لازم نحط واحد على بعد دي على الاثنين، ده احنا بنبدأ فبعد الأول كده نبقى على دي على انت الأربعة، اصلا كنت ده حاطط المفروض إن واحدة. هو لا، ما أنا بتكلم في كده، بتكلم إن النقطة ما أنا ما أبدأش من دي على الاثنين لأن هو ايوه تأثيره ما أقل بكتير من الدي على الأربعة. انت انا فهمت خلاص، بس لا انا بصراحة دي معرفهاش، ممكن تسأله فيها الدكتور بقى ولا حاجة، ان انت بتبدأ تستخدم اصلا بتدي على الاثنين على طول. زميلنا يعني مش عايز يستخدم ده بما ان ده تأثيره كبير، لانه هيقسم لك المساحة لمساحتين، يعني مساحة صغيرة بدل ما تتعامل مع دي، هو ده قصده. بس يعني يمكن في حاجة اعتبارات تانية انا مش عارفاها، فاهمين؟ انا لا، ده انا بتكلم ان التاني تأثيره اكبر من ده. ايوه ماشي ما انا فهمت اهو ماشي، بس انا مش عارفه اذا كان ممكن ان فعلا انت تبدا تستخدم ده على طول ولا لا، ممكن يبقى في اعتبارات تانية انا مش فاهماها، فاهمني؟ تمام. طيب تاني بقى حاجه، لو انا طلعت انصيف، افرض ان المسافه دي يعني مثلا ممكن تاخد لك كمان واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال، اقصد ممكن انت تبدا تستخدم فيرتيكال ستيفنر كمان. ما انا قلت لكم ان المسافه دي لو قلت عن 1.5 متر ما عنديش مشكله، بس ما تزيدش عن 1.8، فانت ممكن عادي ممكن تبقى اقل من 1.5، فممكن لو المسافه دي تسمح لك انك تحط كمان فيرتيكال فخلاص حطه، مع ان المكان ده هيبقى ضيق قوي ان انت تحط فيه كمان فيرتيكال، اصل الفكره ان هو بيتلحم وحاجات يعني، فما اعتقدش ان المسافه دي يعني ده حل كويس. هو حل موجود هيسهلك الدنيا، لان انت بدل ما تتعامل مع المساحه دي هتبدأ تتعامل مع المساحة دي كده، يعتبر قللت المساحة للاتنين يعني، ده حل. طب الحل التالت ان انت ممكن اصلا تروح بقى تغير في ابعاد الويب نفسها، ممكن تزود الدبس السيكنس، انت لو زودت السيكنس هنا هتقلل الكيو اكتشوال، لو لعبت في السيكنس هتقلل الاكتشوال ستريس اللي شايلاه. بس حتة السيكنس دي المفروض ان انت ترجع تاني بقى تعمل تشيك على الدي على التي ويب، وتحسب سلندر ريس ريشيو تاني وهكذا، يعني اي حاجه من الحاجات دي انت بترجع تحل من الاول، مش مجرد ان انت بتحطها وترجع تعمل هنا تشيكاتك، لا انت بترجع تحل من الاول لان كل حاجه هتتغير معاك. طبعا في الامتحان الناس اللي ما عندهاش وقت هتبدا تحط تقول له انا هعمل كذا 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 وتسيبها للاخر، لو لقيت معاك وقت يبقى ايه، يبقى ارجع كمل الحل تاني. ده كده بالنسبه للويب باكلينج ديو تو بيور مومنت. ديو تو بيور مومنت ما فيهوش اي حاجه، انت بتحسب اسبكت ريشيو، بعد كده بتحسب باكلينج فاكتور، كل ده عشان تعمل بعد كده تشيك اصلا انت عندك باكلينج ولا لا، بعد كده تبدا تحسب سلندرنس ريشيو، وبعد كده تبدا تجيب والله انا عندي ايه هو الالاوبل باكلينج ستريس وايه هو الاكتشوال ستريس. طبعا الاكتشوال هو كان جاي من الشير ستريس العادي خالص، بس كان جاي من 95% كيو ديت زائد لايف زائد امباكت مقسوم على دي ويب في تي ويب، او اتش ويب يعني في تي ويب اللي هو الويب الكامل مش البانل بس اللي انت بتتعامل معاها. ده كده بالنسبه للويب باكلينج ديو تو بيور شير. طيب بالنسبه للويب باكلينج بقى ديو تو بيور مومنت، وانا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل للتشيك اللي في الاخر ده، انا عايز اوصل للتشيك اللي بيقول لي والله ان الاف كريتيكال ده كده اللي هو الالاوبل يعني على الاف اكتشوال اكبر من او يساوي 1.5، بيقارن بمعامل امان فاكتور اوف سيفتي 1.5 مش واحد، لا 1.5. طب عشان اوصل للايكويشن دي المفروض ان انا اعمل ايه؟ والله عايز احسب اف كريتيكال واف اكتشوال، بس قال لك خلي بالك انت قبل ما تدخل تحسب دول برضو بتحسب حاجه اسمها باكلينج فاكتور. الباكلينج فاكتور ده يا شباب اللي انا قلت لكم اللي بسببه انا بيبقى عندي بانل كده، والله على اساسه
بتبدأ تتغير الباكلينج ويف، يا اما تحصل كده يا اما تحصل كده، لان الباكلينج فاكتور ده بيبقى واخد جواه اعتبارات كتير اللي هي اللودنج والباوندري كونديشن والاسبكت ريشيو زي ما شفنا مع البيور شير. فالباكلينج فاكتور ده اصلا معامل مهم. انت لو اتسالت هو الباكلينج اصلا في الويب بيعتمد على ايه، تبدا ترد تقول له والله بيعتمد على الباكلينج فاكتور، بيعتمد على الباوندري كونديشن، اسبكت ريشيو، لودنج، انا بيور شير ولا بيور مومنت ولا كومبايند ما بين الاثنين. بيعتمد في الاخر الباكلينج في الاخر بيعتمد على المساحه اللي شايله كومبريشن اللي بسببها يحصل باكلينج. طيب نبدا بقى نحسب دي كده البانل بتاعتي. فانا المفروض ان انا عايز احسب فاكتور اوف سيفتي 1.5 الاوبل على اكتشوال. الاوبل بتاعك زي ما قلت لك هو هنا رجع للقانون بتاع ايلر، القانون الاصلي قلت لكم ان ايلر ده وصل في الاخر ان الكومبريشن فورس اللي هي بتعمل له باكلينج يعني على عمود هنجد وصل انها في الاخر بتساوي كيف اف ايلر او في بي ايلر. هو انا حاسبها بالاسترس، فالستريس بيساوي ايه؟ بيساوي كي في اف اويلر، هو ده اصل القانون على فكره. ففي الاخر القانون اللي احنا بنتعامل معاه هو ده، الاف كريتيكال بتاعتك بتساوي، وده على فكره القانون العام، ده القانون العام في الباكلينج اصلا، بيساوي ايه؟ بيساوي كي في 1898 تي ويب على البي كل تربيع، واقفل القوس بس كده. بس القانون ده المفروض انه حطيت له ليميت، ليميتيشن كده 8 من 10 اف فيلد، يعني لو زاد عنه فانت هتاخد الاف كريتيكال بتاعتك 8 من 10 اف فيلد. حته الباكلينج دي بالنسبه لنا دايما على فكره اكتر حاجه كريتيكال في الستيل ستراكشرز عموما، نبقى قلقانين منها. فهو هنا حط ليميتيشن للاف كريتيكال 8 من 10 اف فيلد، لان الاف كريتيكال دي بتطلع لك رقم كبير اصلا، هي حاجه كويسه انها تطلع رقم كبير، فهو ما بياخدش بقى الرقم الكبير ده، هو بيقلله. بعد ما تحسب اف كريتيكال طبعا لو خدنا بالنا ان الاف كريتيكال معتمده على السلندرنس ريشيو، التي ويب على بي دي مقلوب على فكره، دي واحد على لامدا، دي مقلوب سلندرنس ريشيو، برضو القانون ده معتمد على الابعاد. بعد ما حسبنا الاف كريتيكال هتروح تحسب الاف اكشوال. طب تحسبه ازاي ده بقى؟ مش انا بقول لك عندك بانل متعرضه لمومنت، بانل بالشكل ده، بقول لك انت عندك مومنت كده، فعشان احسب ستريس هحسبه ازاي يعني؟ اي ستريس ناتج من مومنت ام وفاي على ار، دي نفس الاي اكس بتاعت القطاع كله، عامله زي الشير كده. مش انا بقول لك ان الشير بيأثر على الويب من الاول للاخر، ما بيأثرش على المساحه بس اللي بتتعامل معاها، برضه في المومنت. هو انت المومنت جه خلاص ساب الدنيا كلها ومسك في البانل بتاعتك اللي بتعمل عليها تشيك؟ لا طبعا، المومنت هو طبيعي بيأثر على الممبر، بيأثر على الكروس سيكشن من الاول للاخر. فانت برضه لما تيجي تعوض في قانون الاسترس بتاع المومنت، انت بتعوض بانيرشيا قطاع، مش بتعوض بانيرشيا البانل، لا طبعا، بتعوض بانيرشيا قطاع كامل كامل كده. وهنيجي ازاي دلوقتي هنشوف، هنحسب الواي. ده كده بالنسبه للاسترس الاكشوال. طيب بالنسبه للكي، ده كده الباكلينج فاكتور بتاعي قال لك بيعتمد ان انا لازم ابقى عايز اعرف ايه هي الكريتيكال بانل بتاعتي اللي شايله كومبريشن. انا من اول السكشن بقول لكم كل همنا احط ايدي على المساحه اللي شايله كومبريشن. طيب لو انت الكيس بتاعتك ان انت مستخدم بانل بتترسم بس، طيب لو انت مستخدم بانل ما فيهاش اي هوريزونتال ستيفنر، يعني انت اكتفيت ان انت مستخدم فيرتيكال ستيفنرز بس ما عندكش هوريزونتال خالص، تعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك في الحاله دي ففي قيم كي كده، هي قيم كي دي المفروض انها بتيجي من تشارت او من تيبل، بس انتوا يعني انا متاكده انها ما تبقاش موجوده في الامتحان، تحفظوا كي دي حاله ان انت نو هوريزونتال ستيفنر، فانت كده تحفظها 23.9. الكي دي يا شباب معتمد على ايه؟ معتمد على الابعاد بتاعتك والباوندري كونديشن، لان في حاجات ممكن يحصل الباكلينج ساين ويف بالشكل ده، ممكن في اسبكت ريشيو تانية او ابعاد تانية تعمل لك باكلينج بالمنظر ده، ممكن حاجات تانية برضو فيها قيمه الالفا بثلاثه ممكن تعمل لك الباكلينج بالمنظر ده. فقيم الكي اللي هم حاطينها دي هم حاطينها باعتبارات معتمده على الباوندري كونديشن ومعتمده على الاسبكت ريشيو، ففي الاخر طلعوا لك القيمه دي، تمام كده؟ طيب لما تروح تحسب بقى، لما تدخل في القانون هتلاقي ان انت محتاج حاجه اسمها فاكتور، مش فاكتور يعني، هو رمز البي والواي دول انت محتاجهم في القوانين. فقبل ما ندخل نحسبهم من هنا اسهل. فالبي بتاعتك دي هتحسبها بتساوي ايه؟ قال لك ان البي
هتاخدها هنا مبدئيا. بس انا كنت بقول لكم لو ده الاسترس اللي جاي من المومنت، فالاسترس ده عامل لي فوق كومبريشن وتحت تنشن. فالطبيعي لو جيت سألت اي حد اقول له فين المساحه اللي شايله كومبريشن، هيقول لي والله يا هندسه ده لحد هنا كده شايل كومبريشن، ده كده كله شايل كومبريشن. فانا المفروض لما اروح اعمل استرس اعمل تشيك، يعني اعمله تشيك على المساحه اللي فوق. هقول لك بس هل انت ضامن ان بالظبط عند المكان ده هيقف تاثير الباكلينج ومش هيمد شويه لجوه؟ يعني خلاص المكان ده خلاص قال له انا عندي زيرو، فانت مش هتيجي ناحيتي. لا ما بتحصلش. لو حصل باكلينج مثلا هيبدا ان ده يطلع لبره كده، ويبدا يحصل ان ده كده يميل لحد ما يكمل يقف عند الزيرو اللي هو التنشن. بس حته الزيرو باكلينج دي تحصل عند الماكسيمم تنشن، ما تحصلش جوه. لا لما يجي يبدا يحصل باكلينج، لو انا واخده الويب ده بره كده هيبدا يطلع لبره كده، وده يميل يميل لحد ما يكمل يوصل عند الزيرو تحت، بس مش في النص بيوصل عند زيرو باكلينج، بيبقى فيه شويه شويه ديسبليسمنت لبره كده. طيب عشان بقى حته ان في شويه ديسبليسمنت لبره، وانا مش حاطه هنا اي اصلا تدعيم انه يقفل لي الباكلينج في المكان ده، قال لك لما بتيجي تتعامل بتتعامل مع المساحه كلها. يبقى انت كيس ان انت مش حاطط اي هوريزونتال ستيفنرز، فانت بتتعامل مع المساحه كلها. فبالتالي اي حاجه بقى بتعوض بيها جوه في القوانين، يعني مثلا هو هنا محتاج فاكتور اسمه البي. البي ده بيعتمد على الطول اللي هيحصل عليه باكلينج. ايه هو الطول اللي هيحصل عليه باكلينج؟ زي ما احنا شفنا الطول اللي هيحصل عليه باكلينج هو الطول الرأسي. انا عايز اشوف تأثير الباكلينج قد ايه في الرأس ده. فانت دايما بتاخد البي هنا هي هياها الدي ويب. الدي ويب ده اللي هو انت اصلا واخد البانل كاملة. فالبي ايه هي؟ هي الدي ويب، انت واخد البانل كاملة. طيب بالنسبة للواي، الواي دي عشان تحسب الماكسيموم ستريس الاكشوال يعني، فالواي دي بتساوي ايه لما تروح تعوض في القانون بتاع ام فاي على اي؟ الواي هتساوي ايه؟ ما انت عايز تحسب عند ماكسيموم. طبعا مش هقول تاني ان انت بتحسب ماكسيموم كومبريشن ستريس، خلينا خلاص متفقين في الحته دي. فالماكسيموم كومبريشن ستريس بيأثر فين؟ عند اعلى نقطه. يبقى الواي بتاعتك بالنسبه لك هتساوي ايه؟ والله هي المسافه من سي جي لحد النقطه دي. طب انهي سي جي يا شباب؟ انت هنا مش واضحه معايا كده ولا كده، انت واخد البانل كلها، فالسي جي هو نفس السي جي بتاع القطاع، فخلاص مش فارقه. لكن هتفرق بعد كده معانا، دلوقتي هنشوفها، خلينا بس نقولها بعدين. يبقى المهم بتبعد من سي جي الكروس سيكشن كله، سي جي الكروس سيكشن لحد ابعد نقطه، هي دي اللي بتعوض بيها في القانون. طبعا الانيرشيا خلاص عرفنا انيرشيا الكروس سيكشن كله برضو. ده كده بالنسبه لو انت مش مستخدم ولا هوريزونتال ستيفنر. طب لو انت كنت حاطط هوريزونتال ستيفنر على بعد دي على الاثنين، دي قصدي دي على خمسه او دي على اربعه، تعمل ايه بقى؟ قال لك خلي بالك ان انت بيتكون عندك تو بانل. لو انا حاطط هنا هوريزونتال ستيفنر فهو جاي محطوط هنا في المكان اللي فيه كومبريشن ستريس. انا قلت ان انا عايز احط ايدي على المساحه اللي عليها كومبريشن. عندك كام مساحه عليها كومبريشن؟ والله انا ظاهر عندي مساحه فوق شايله كومبريشن، وخلي بالك المساحه دي على الرغم انها صغيره ولكن شايله ماكسيمم ماكسيمم كومبريشن ستريس. ده اللي هيخليني اروح اعمل عليها تشيك غصب عني. طب وعندي ايه مساحه كمان ظهرت معايا؟ ده انا خلي بالي ده المساحه اللي تحت جزء منها عليه كومبريشن وجزء عليه تنشن. هل بقى هعرف اقسمها من عند النقطه الزيرو دي؟ لا ما تعرفش، لان النقطه دي مش تدعيم كفايه ان مش هيحصل شويه كومبريشن جوه في المكان هنا مثلا. فقال لك خلاص انت هتتعامل مع المساحه كلها، يبقى دي كده تاني مساحه معايا هيحصل عليها كومبريشن ستريس. ايه اللي يخليني على الرغم ان المساحه اللي تحت دي كبيره ما شيكش عليها هي وخلاص واسكت؟ قال لك لان لو خدت بالك ان المساحه اللي فوق دي شايله ماكسيموم ستريس، على عكس المساحه اللي تحت دي شايله يعتبر نص، ولا مش نص بس تعتبر نسبه قليله. لما نيجي نعمل التشيك دلوقتي هتلاقي ان المساحه اللي فوق شايله ستريس عالي، بالمساحه اللي تحت دي على الرغم ان هي كبيره بس لازم تعمل برضو عليها تشيك. طيب بالنسبه لقيم الكي، قلنا ان احنا نحفظها البانل اللي فوق الكي بتاعتها بخمسة واللي تحت ب 42.6، والقيم دي تاني لو حد سألكوا بتعتمد على ايه هترد تقول له لودنج باوندري كونديشن واسبكت ريشيو. طيب بالنسبه لقيمه البي اللي احنا هنعوض بيها برضه في القوانين دلوقتي، قال لك ان البي ده بيعتمد على الطول اللي هيحصل عليه باكلينج، الافكتيف لينس اللي هيحصل عليه باكلينج. فاحنا هناخده لما بتعامل مع البانل اللي فوق، قلت خلاص انت دايما هتاخده الرأسي، فالرأسي اللي هو الطول ده 2/10 دي ويب. طيب بالنسبه للواي، انهي واي بقى؟ عايزين نحسب ماكسيمم ستريس عند النقطة دي، يبقى بمشي من السي جي لحد النقطة دي. انهي سي جي يا شباب؟
سي جي القطاع، مش سي جي البانل بقى ولا اللخبطة دي، سي جي القطاع، بدليل ان هو اخد هنا من سي جي القطاع، من نص البانل اصلا، نص البانل كاملة مش نص كل واحدة، لا سي جي القطاع. طيب بالنسبة للبانل اللي تحت، الكي بتاعتها ب 42 وستة من عشرة، لان البانل اللي تحت دي اصلا لو جه يحصل عليها باكلينج هتلاقيه بيحصل باطوال كده على حسب الاسبيكت ريشيو، باطوال بالشكل ده، فعشان كده تلاقي ان الكي بتاعتها مختلفة. كل الحاجات دي معتمدة على الباكلينج لينس والباوندري كونديشن واللودينج والاسبيكت ريشيو. فهتلاقي ان الكي بتاعتك ب 42 وستة من عشرة، البي الطول اللي هيحصل عليه باكلينج اللي هو من هنا لهنا فبتاخده 8 من عشرة دي ويب، الواي النقطة اللي أنت عايز تحسب عندها ماكسيموم ستريس، طبعا البانل دي الماكسيموم عند المكان ده طبعا، فالمكان ده تحسبه من سي جي القطاع لحد النقطة دي اللي هي بتظهر عندك يعني 3 من عشرة دي ويب. ما بفضلش إن الناس تحفظ النسب دي، أصلها مفهومة يعني. لو أنا بقى في الكيس اللي أنا كنت مستخدم تو هوريزونتال ستيفنر هعمل إيه بقى؟ قال لك خلي بالك إن أنت بقى في الحالة دي فين بقى المساحات اللي شايلة كومبريشن؟ المساحة اللي فوق شايلة كومبريشن، والمساحة اللي بعدها شايلة كومبريشن، والمساحة اللي تحت بالكامل شايلة تنشن. بالكامل انت جيت هنا حطيت عند الزيرو اللي يفصل لك ما بين التنشن والكومبريشن، حطيت تدعيم، حطيت سبورت من الاخر يعني، حطيت ستيفنر. ففي الحالة دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها فصلت لك تماما ما بين المساحة اللي عليها كومبريشن والمساحة اللي عليها تنشن. يبقى انا لما اجي اتعامل في التشيك اتعامل مع كام مساحه؟ اتعامل مع مساحتين بس اللي شايلين كومبريشن، المساحه اللي فوق والمساحه اللي تحت دي، خلاص ما تلزمنيش ده عليها تنشن، ده خلاص انا اصلا مطمن منه. هتلاقي ان المساحتين دول قيم الكي بتاعتهم ب 5 و7 و81 من 100 بالنسبه للابر بان اللي هتروح تعمل عليها تشيك وتطلع قيمه الكي، قيمه البي اللي هو الطول اللي بيحصل عليه باكلينج الافكتيف، او بيسميه افكتيف باكلينج لينس، بيحصل على الطول ده على الرأسي 2 من عشرة دي ويب، والواي واحد بتاعتك اللي هي المسافة من السي جي يعني من هنا لحد النقطة اللي تحسب عندها ستريس يعني لحد هنا، دي كده الواي واحد اللي هي دي ويب على الاتنين. طيب بالنسبة للور بانل اللي يقصد بيها البانل دي، طبعا عندك قيمة الكي بسبعة واحد وتمانين من مية، عندك قيمة البي الطول اللي هيحصل عليه باكلينج 3 من 10 الدي ويب، عندك قيمة الواي 2 بقى اللي هتحسبها تستخدمها يعني في حساب الاسترس، المسافة من السي جي لحد النقطة اللي هيحصل عليها اللي انت يعني عايز تحسب عندها ماكسيموم استرس، تطلع 3 من 10 الدي ويب. ده كده بالنسبة للتلات حالات لو قابلوني، لو قابلونا يعني. طب انا ايه الحالة بتاعتي بقى؟ الحالة بتاعتي ان انا عندي هوريزونتال ستيفنر على بعد دي على الخمسة، فطبعا بالنسبة لي بما ان الاسترس بالشكل ده فعندي اللي فوق عليها كومبريشن واللي تحت للاسف ان عليها كومبريشن زائد تنشن، فخلاص بما اني ما عنديش تدعيم في المكان ده فهستخدم المساحه كلها. طيب لما تروح تتعامل مع الابر بانل عندك الكي بخمسه، بعد كده عايز تحسب ايه بعد ما حسبت الكي؟ عايز تحسب اف كريتيكال واف اكتشوال. طيب نحسبهم ازاي بقى؟ الاف اكتشوال اللي هو بتحسب اف واحد يعني الاسترس عند النقطه دي، ام في واي على اي، بتروح تعوض بالام ديد لود ديد زائد لايف زائد امباكت اللي انت جايبه اصلا من المين جيردر على الانيرشيا. انهي انيرشيا؟ انيرشيا القطاع يا شباب عشان الناس ما تتلخبطش، انيرشيا القطاع بتاع المين جيردر اللي انت اصلا كنت ماشي بيه بتعمل تشيكات بيه من زمان يعني، في الواي. انهي واي بقى؟ المسافه من السي جي لحد النقطه دي، لحد النقطه دي يا شباب لحد وش الويب، هي دي الواي. هتلاقي ان هو حسبها هنا من السي جي لحد وش الويب اللي هو دي ويب على الاثنين يعني. لما تروح تعوض لقينا ان الاف واحد بواحد اربعة من عشرة طن على السنتيمتر تربيع. طيب بعد كده عايز احسب الاف كريتيكال بقى، قلت هو تعويض مباشر في القانون بتاع الكي في الاف اويلر، الاف اويلر اللي هي 1898 بالتي ويب على البي كل تربيع. لما نروح نعوض في القانون ده معاك الكي بخمسة، معاك التي ويب بواحد اربعة من عشرة، معاك البي. انهي بي يا شباب؟ البي ده الطول اللي بيحصل عليه باكلينج، يعني من الاخر الناس تكتب كده جنب البي ده الطول الرأسي، البي هو الطول ده الطول الرأسي 54. الكل تربيع في الاخر الاف كريتيكال طلعت ب 6 38 من 100 طن على السنتيمتر تربيع. هتروح ما تسيبش القانون لان انت لازم تقارن بال 8 من 10 اف يلد، هتروح تقارن بال 8 من 10 اف يلد يطلع لك 2.24 من 100 طن على السنتيمتر تربيع، فطبعا هتلاقي ان الاف كريتيكال بتاعتك هتاخدها ايه بقى؟ هتاخدها الستة ولا الاتنين؟
قال لك تاخد القيمة الأقل، تاخدها الاتنين طبعا، 2.24% طن على سنتيمتر تربيع. طيب انا كده حسبت الاف كريتيكال، حسبت الاف اكتشوال، فاضل لي احسب ايه بقى؟ الفاكتور اوف سيفتي. اف كريتيكال على اف اكتشوال ده اسمه فاكتور اوف سيفتي، فتروح تحسب اف كريتيكال على اف اكتشوال طلعت لك 1.6، والله اكبر من او يساوي 1.5، هي طلعت اكبر من 1.5، يبقى انت كده مسيف. طيب افرض ان انت طلعت لك طلع لك ان انت unsafe، تعمل ايه بقى؟ لو رجعنا كده نبص للقوانين، انت دلوقتي الحل اللي effective بالنسبه لك ان انت تزود vertical stiffener، لان انت حتى لو حطيت horizontal stiffener فانت برضو معاك البانل اللي فوق، وانت كده ما يعني ما عملتش حاجه، هي كده ولا كده لسه critical بالنسبه لك فكره ان البانل دي ابعادها صغيره بس عليها maximum stress. فانت لو حطيت vertical stiffener ده بالنسبه لك هيفيدك اكتر. ايه ممكن يفيدك؟ ممكن على فكره تزود الدبس، بس انت لو زودت الدبس لازم تروح تعمل لي تشيك تاني على الكومباكت والحاجات دي، لان ممكن يحصل لوكال باكلينج. انت لو زودت الدبس تعمل تشيك، ممكن تزود الدبس عشان تزود الانيرشيا هنا فتقلل الاف اكتشوال، يعني دي كل حاجات ممكن تستخدمها. ممكن تلعب في السيكنس برضو، بس السيكنس هنا مش هيفيدك قوي لان انت كده ولا كده وقفت عند 8/10 اف يلد. ممكن اللي يفيدك ان انت تزود الستيل جريد، يبقى انت الحاجات اللي تفيدكوا ايه هي؟ يتزود الدبس بس لازم تعمل تشيك على اللوكال بوكلينج، يتزود فيرتيكال ستيفنر فبالتالي هتبدا تتعامل مع المساحه دي، يا اما تزود ستيل جريد، وده على فكره هيفيدك لو انت لقيت هنا ان انت محتاج يعني زقه صغيره زود ستيل جريد، ده اللي هيفيدك اكتر. ده كده بالنسبه للابر بانل. طيب بالنسبه بقى للور بانل، هي نفس الخطوات. والله انا معايا قيمه الكي 42.6، عايز احسب لها اف اكتشوال اللي هي اف 2 ام في واي على اي، المومنت معايا بضرب في 100 بس عشان احول من طن متر لطن سنتي، على الانيرشيا اللي هي اي اكس، الاي اكس بتاعي ده بتاع القطاع كله مش بتاع بانل ولا اي حاجه، في الواي اللي هي المسافه من سي جي القطاع اللي هي نص الدي ويب، يعني المسافه من نص الدي ويب لحد النقطه اللي انت بتحسب عندها، يطلع لك 3/10 دي ويب، في الاخر تطلع الاف 2 دي 837 من 1000 طن على سنتيمتر تربيع. تروح تحسب الاف كريتيكال بتاعتك، الكي في الاف اويلر، كل ده معاك، التي ويب معاك، البي معاك، الطول اللي بيحصل عليه باكلينج اللي هو الافكتيف باكلينج لينس اللي هو ده كده البي، الطول اللي بيحصل عليه باكلينج، من الاخر نكتب جنبها الطول الرأسي، اديني الرقم ده. طلع لي الاف كريتيكال 3.39 من 100 طن على سنتيمتر تربيع، طبعا هتروح تقارن ب8/10 اف يلد، يطلع لك 2.24 من 100 طن على سنتيمتر تربيع. في الحالة دي ان الاف كريتيكال بتاعك هتاخده الاقل من القيمة دي او القيمة دي، طبعا هتاخده 2.24 من 100. طبعا لو جينا ناخد بالنا هنا ان انا اف كريتيكال ما فادنيش التي ويب ولا فادني البي، يعني الناس اللي لما تلاقي نفسها ان سيف تروح تزود السكنس مش هيفيدك في الحته دي. السكنس ممكن يزودك الانرشيا شويه بس مش قوي برضو، مش هيأثر معاك قوي في الانرشيا، فحته السكنس ان انت تزوده هنا مش هتفيدك، لان كده ولا كده الاف كريتيكال اعتمد على الستيل جريد. يبقى ايه اللي ممكن يفيدك؟ اللي ممكن يفيدك الستيل جريد اكتر حاجه، او ان انت تقلل اصلا المساحه وتستخدم فيرتيكال ستيفنر. الحاجتين دول انا شايف ان هما اكتر حاجه تفيدكم، يا اما تستخدم فيرتيكال كمان يا اما تزود ستيل جريد. هتروح بعد كده احنا حسبنا اف كريتيكال واف اكتشوال، تروح تحسب فاكتور السيفتي، اف كريتيكال على اف اكتشوال يدي لك ادالك رقم هنا 2.67 من 100، اكبر بكتير اهو من 1.5، يبقى انت كده سيف. طبعا برضو واخدين بالنا ان انت المساحه دي شايله ستريس صغير على عكس المساحه اللي فوق الصغيره دي شايله ستريس كبير. ده كده بالنسبه لللور بانل. طيب لو انا كانت البانل بتاعتي مش مستخدم اصلا ولا هوريزونتال، فانت خلاص ما عندكش غير تشيك واحد على البانل دي بقيمه الكي اللي كان في الاول خالص، اللي كانت في اللي احنا كنا بنقولهم يعني الثلاث حالات. طب لو انت عندك كمان هنا هوريزونتال ستيفنر، فعندك برضو ابر ولور بانل، بس الاثنين دول بس دي خلاص مش داخله معاك، هي نفس الخطوات على فكره ما فيهاش اي مشكله. ايه اللي بيختلف معاك؟ قيمه الكي، قيمه الكي هي اللي بتختلف، والواي والبي اللي احنا كنا بنحسبهم في نفس السلايد من شويه، هما دول اللي بيختلفوا، وتدخل تعطف في قانون تعيط مباشر. حد عنده مشكلة شباب في الويب باكلينج ديو تو بيور مومنت؟
تمام يا باشمهندس. ماشي تمام. طيب بيقول لي هنا بقى ايه سؤال، يعني بصراحة هو ما بيجيش، ما جاش غير مرة ولا حاجة، يعني هو السؤال ده بيحبه دكتور بغدادي. المهم بيقول ايه السؤال ده، بيقول لك consider four panel equal area، يعني كل عندك 4 بانل كده بس اشكالهم مختلفة، مش عارف انت اشكالهم ايه، هنشوفها دلوقتي. ال4 بانل دول اشكالهم مختلفة بس هما كلهم نفس الاريا، نفس المساحة. طيب بيقول لك الاسبيكت ريشيو بتاعهم ربع و75% وواحد وربع و71%، النسب دي اللي هي نسبة الافقي للرأسي، هو مديها لك. عشان كده بقول لك اشكالهم مختلفة عشان الاسبيكت ريشيو مختلف، مختلف ولكن يظل الاربعة نفس المساحة. طيب بيقول لك ايه بقى، determine which one is the worst shape for buckling under pure shear stresses، اي واحدة من دول هي الاخطر، هي الشكل الاخطر بالنسبة للباكلينج. طيب ده معناه ايه من السؤال ده، ايه معناه؟ ان هو بيقول لك اي واحدة هي الاخطر بالنسبة للباكلينج، بس معتمد على ايه؟ معتمد على الابعاد فقط. معتمد على ايه يا شباب؟ ابعاد فقط. هل جاب لي سيرة ستيل جريد ولا اي حاجة في السؤال، ولا ستريسز ولا سترينينج اكشن ولا اي حاجة؟ لا، ده بيقول لك انا مدي لك بليتا، خد البليتا دي وشوفها لي هي هتعمل ايه في الباكلينج. للعلم الناس اللي مش عارفه ان الباكلينج اصلا ما بيعتمدش على الباكلينج، له نوعين، الاستيك باكلينج وان الاستيك باكلينج. الان الاستيك باكلينج ده ما بيعتمدش على ستيل جريد، لا لا، بيعتمد على الابعاد، الابعاد نفسها متناسبه مع بعضها بحيث انها تديني ستيفنس للبليتايه ولا لا. هي دي الفكرة. على فكرة الباكلينج ما بيعتمدش، في نوع من الباكلينج ما بيعتمدش على الستيل جريد أصلا، ده بيعتمد على الدايمنشن. إيه بقى الباكلينج اللي بيعتمد على الدايمنشن ده؟ هو القانون العام اللي بقول لكم عليه، اللي هو اللي بتاع الإف أويلر. لما كنا بنحسب الإف كريتيكال كنا أصلا بنحسبها كده، كيف إف أويلر؟ إف أويلر ده اللي هو 1898 في التي أوب على البيك كل تربيع. ده كده القانون الوحيد اللي ما بيعتمدش على الستيل جريد، وبدليل ان لما دخلت القانون لقيته كله بيعوض بالابعاد. يبقى انا هنا لما يجي لي سؤال زي ده هو بيقول لي قارن بين كام اسبكت ريشيو بنفس المساحه وشوفوا لي انهي واحد ورست. انهي واحد ورست يعني اعمل ايه؟ والله اروح احسب الباكلينج ستريس اللي جاي على كل واحد باستخدام القانون العام ده، واشوف انهي واحد فيهم اقل باكلينج. وده معناه ايه؟ لما اجيب الواحد اللي فيهم ده اللي عليه اقل باكلينج ستريس، ده معناه انه هيحصل عليه باكلينج بدري عند قيمه صغيره، دي مش حاجه كويسه. البليتا اللي فيهم اللي عليها باكلينج ستريس، الاوبر باكلينج ستريس قيمته صغيره، ده معناه انه هيحصل عليه باكلينج بدري، يعني باقل قيمه ستريس هيبدا يحصل عليه باكلينج. يبقى ده كده بالنسبه لي الورست شين. يبقى القانون ده يا شباب معتمد على الابعاد فقط، فبالتالي انت في تعويضاتك بتعوض في القانون العام اللي هو بتاع الكيف الاف اويلر. طيب ندخل بقى نشوف هنعمل ايه في حاجه زي دي. هتبدا تجيب انا دلوقتي مش عارفه شكل البليتات دي او الويب بانل ده، يعني تجيبها تطلعها بره ونشوف بقى هنحسبها ازاي. لو هو هنا كان بيقول لي الالفا بربع، فانا جيت قلت ايه بقى، قلت ان انا اعتبر ان انا عندي بليت بالشكل ده له بعدين A و B، فأنا عارفة إن الربع دي بتساوي أفقي يعني إيه على رأسي اللي هو ال B، تمام كده. لو أنا ثبت ال B ده يفضل B كده، خليت ده كده الأسامشن بتاعي، هسيبه B، يبقى ال A دي قد إيه من ال B؟ ده معناه إن ال A بتساوي ربع ال B، صح كده يا شباب؟ ما هو أنت كده في حلك لازم تثبت حاجة والباقي تنسبها منها. انت هتثبت حاجه والباقي تنسبها، فانا هنا ثبتت البي. طب يبقى الايه هتساوي ايه؟ البي هنا بس هنسمينها بالدي عشان دي التعويضات بتاعت القانون يعني. يبقى انت الايه بالنسبه لك هتساوي ايه؟ لو انت هنا شلت البي وحطيت دي، الايه هتساوي ربع في الدي، يبقى ده كده ربع في دي على الاربعه يعني. طيب انا كده جبت الابعاد. طب بالنسبه للمساحه، المساحه مهمه بالنسبه لي، هتساوي ايه؟ هتساوي الايه في البي، يعني تساوي دي في دي على الاربعه بتساوي دي تربيع على الاربعه. ده كده بالنسبة لأول بانل. طيب يبقى أنت كده عرفت الأبعاد أهو. طب تاني بانل هيبقى شكلها إيه بقى؟ قال لك مش أنت
تاني بانل قال لك انها نفس المساحه اللي فاتت دي، نفس مساحه البليت الاولاني ده، كلهم نفس المساحه يعني، يبقى انت هنا داخل ومعارف المساحه بتساوي دي تربيع على 4. طيب دي تربيع على 4 دي بتساوي ايه بقى؟ هتساوي الاي في البي برضو، هي ده البانل الجديده بتاعتك اي في بي. طيب تمام، بس انت خلي بالك معاك معادله كمان بتقول لك ان 75% بيساوي افقي على راسي، يعني بقول لك معاك معادلتين في مجهولين. الدي بالنسبه لي مش مجهول، الدي ده اللي انا اصلا منسب بيه من الاول، فبالنسبه لي مش مجهول. ايه المجهول بالنسبه لك؟ الاي والبي. فانا بقول لك اتفضل معادلتين اهو في مجهولين، وطلع لي قيم الاي والبي، تعرف تطلعها ولا لا؟ تعرف لما تحل المعادلتين دول مع بعض هتروح تطلع قيمه الاي والبي، هتطلع بالرقم ده، البي بدي على جذر 3 والاي بجذر 3، جذر 3 على 4 دي. طبعا تطلع بقى تعويضاتك جذر 3، تطلعها حاجه من 10، انت حر بقى. في الاخر برضو هي نفس المساحه، بس دي كده شكل البليت بتاعي. نفس اللي عملته هتكرره مع بقيه الاسبكت ريشيو. مره مدي لك الاسبكت ريشيو بواحد وربع، برضو هتروح تساويه بالاي على البي، ومعاك دي تربيع على 4 تروح تساويها بالاي في البي، وتحل معادلتين في مجهولين تطلع قيم الاي والبي، يبقى ده كده البليت الجديد بتاعي. نفس اللي عملته هنا هتعمله مع قيمة اسبكت ريشيو 1.75، برضو هتروح تساويها بالاي على البي، وعندك معادلة كمان دي تربيع على 4 بتساوي الاي في البي، تطلع برضو قيم الاي والبي. يبقى انت كده في اول خطوة انت محتاج اصلا تعرف الابعاد، عشان اصلا هتعوض ازاي من غير ابعاد. يبقى دي اول خطوة عرفنا فيها الابعاد. بعد ما عرفت الابعاد بقى تبدأ تمسك واحدة واحدة. همسك أول واحدة اللي هي بتاعة الألفا بربع دي. أنا دلوقتي إيه كل همي؟ عايز أحسب إف كريتيكال، هو ده اللي أنا عايز أحسبه. أقل إف كريتيكال هي الورست شيب، ده بس اللي أنا عايز أحسبه دلوقتي، هو الإف كريتيكال. طب عشان أحسب إف كريتيكال والله معايا الألفا بربع، طبعا الإف كريتيكال دي بتساوي كي في الإف أويلر. أنا هنا الكي ملهاش قيم محفوظة زي ما كنا بنعمل في البيور مومنت، امال اعمل ايه؟ خلاص بقى ارجع للقانون الاصلي اللي هو بتاع 4 زائد 5 34% الفا تربيع، او الاوبشن الثاني لو كانت الالفا اقل من 1 ولا الفا اكبر من 1، ده كده القانون الاصلي، ترجع لقانون الكي يعني. فلما تيجي تعوض هنا الكي كيو بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي 4 زائد 5، هنا الالفا اقل من 1 يبقى 4 زائد 5 34% على ربع تربيع. هي في الفا تربيع ولا على الفا تربيع؟ يدي لك الرقم ده، ده كده الكي كيو. بعد كده تروح تحسب الكيو كريتيكال بتساوي كي كيو في اف اويلر، اف اويلر اللي هو ايه؟ 1898 في التي وب على البي كل تربيع. لما تيجي تعوض قيمة الكي معاك، قيمة التي وب ثابتة، هما كلهم نفس البانل نفس السيكنس يعني ثابتة على البي. انهي بي؟ البي ده اللي هو بيحصل عليه الباكلينج الطول الرأسي. فانت البي هنا بالنسبه لك بيساوي ايه؟ بيساوي الدي. يبقى انت هنا وصلت ان كيو كريتيكال بتاعتك بتساوي 89 في الاف اويلر، دي كده اسمها اف اويلر. تمام كده، يبقى دي كده اديها رقم واحد وسيبها. طب لما تيجي تدخل على الثانيه اللي هي الالفا بتاعتها ب 75%، والله هتروح تحسب برضو قيمه الكي. الألفا هنا أقل من 1، تعوض في القانون الأولاني بتاع 4 زائد 5 34% على ألفا تربيع، يدي لك الرقم ده 13. بعد كده تروح تحسب الكيو كريتيكال بتساوي كي كيو في الإف أويلر، الكي بتاعتك ب 13. طب والإف أويلر بقى 1898 في التي ويب على البي كل تربيع. طب التي ويب بتاعتك ثابتة، طب البي الطول اللي هيحصل عليه باكلينج إيه هو الطول ده؟ الرأسي دي على جذر 3. لما تروح تعوض هنا بدي على جذر 3، لو انت سبتها كده وديتها رقم 2 تعرف تقارنها مع المعادلة بتاعت الألفا بربع. أنا في الألفا بربع كنت طلعت 89.4 تقريبا في 1898 في التي وب على البي على الدي كل تربيع، ده اللي أنا طلعته في المعادلة اللي فاتت، صح كده يا شباب؟ هل أنا لو جيت قارنت المعادلتين دول تعرف تقارنهم؟ مفيش فيهم طرف ثابت تعرف تقارنه، فاهميني؟ يعني انا هنا الطرف الثابت انا سميته هنا ده كده اف اويلر. انا برضو عايزاك تطلع لي القانون ده بدلاله الاف اويلر، يعني بدلاله ان انا يبقى عندي طرف كده سالك لوحده 1898 في تي ويب على دي كل تربيع. طب تعملها ازاي بقى دي؟ طلع لي الجذر 3 ده من جوه، طلعه لي بره، اضربه لي في الرقم ده،
وتطلعه ازاي؟ واحد على جذر واحد على واحد على جذر ثلاثة كل تربيع، مقام المقام بسط، يطلع فوق جذر ثلاثة تربيع، يطلع بره ثلاثة، فتروح الرقم ده تضربه في ثلاثة بالشكل ده، هيدي لك في الآخر إن أنت عندك الكيو كريتيكال عبارة عن رقم مضروب برضو في الإف أويلر. أو في الحالة دي أنا أعرف أقارن، أصل ده رقم في الإف أويلر وده رقم في الإف أويلر، تعرف تقارن ولا لأ؟ أعرف أقارن، يبقى دي كده رقم اتنين اللي أنا إيه عايز أوصل لها. طيب ده كده بالنسبة للألفا ب75%. طيب بالنسبة للألفا بواحد وربع، هتلاقي هنا إن الألفا بتاعتك أكبر من الواحد، فالكي كيو بتساوي 35% زائد 4 على ألفا تربيع. دي لك الرقم ده لما تروح تعوض بقيمة الكيو كريتيكال، الكي كيو معاك، معاك التي ويب ثابتة، معاك البي الطول اللي هيحصل عليه باكلينج هو دي على جذر 5، برضو أنا عايز زي القانون ده يبقى بدلالة اف أويلر، فهطلع جذر 5 ده من تحت أضربه بره، فيطلع بره بخمسة، يبقى 5 في 7.9 في الاف أويلر، يبقى في الآخر الكيو كريتيكال بتاعي ده كده رقم 3 اللي أنا عايز أوصله، بيساوي 39.5 في الاف أويلر. طيب بعد كده رقم 4، رقم 4 بيقول لي الألفا ب71%، برضو الألفا أكبر من واحد، تعوض في قيمة الكي كيو، بعد ما تجيب الكي كيو وتعوض في القانون العام بتاع الاف كريتيكال أو كيو كريتيكال، يديلك الكيو كريتيكال بتساوي الكي كيو في اف أويلر، بس طبعا هنا البي الطول اللي هيحصل عليه باكلينج اللي هو ده طول الرأسي دي على جذر 7، عايز اطلع جذر 7 دي من بره لبره، يعني تطلع واحد على واحد على جذر 7 كل تربيع تطلع لك بره ب7، يبقى 7 في الرقم ده هيدي لك 46.5 مضروب في الاف اويلر، ده كده اللي انا عايزه اوصله. يبقى انا في الاخر طلعت ايه؟ والله لما كانت الالفا بربع طلعت الكيوب كريتيكال ب89 اف اويلر، دي كده اف اويلر، ولما كانت الالفا ب75% طلعت الكيوب كريتيكال ب40.4 اف اويلر برضو، ولما كانت الالفا بواحد وربع طلعت الكيو كريتيكال ب39.5 اف اويلر، ولما كانت ب1.75% طلعتها ب46 اف اويلر. يبقى انا هتقارن بايه يا شباب؟ تقارن بين الارقام دي. يبقى لو سالت اي حد دلوقتي بقى انت خايف من انهي ستريس من دول؟ انا لما اجي خايف اخاف من اقل ستريس، اصل ده معناه ان البليت بتاعي هيحصل عليه باكلينج ستريس بدري عند قيمه صغيره. يبقى انت بالنسبه لك الورست شيب هو اللي عند الفا بواحد وربع، لان هو مطلع لك اقل باكلينج شير ستريس. ده كده بالنسبه لما يجي يطلب منك الورست شيب. ومعلومه، كل ما الاسبكت ريشيو بتاعك يقرب ان البليت بتاعك ده يبقى شكله مربع كل ما يبقى ورست. حته المستطيل ما بتبقاش ورست، وعلى فكره المستطيل ده بنفس الابعاد لو جيت قلبته كده الاثنين بيدولك نفس الباكلينج شير ستريس. ده ممكن برضو سؤال الناس تتساله، المستطيل في البليت لو جيت تحسب ابعاده، لو جيت تحسب له يعني في نفس القوانين دي وتعوض كده مع نفسك، هتلاقي ان هما الاثنين بيطلعوا لك نفس الباكلينج شير ستريس. يبقى كده مفيش فرق ما بين هو راسي ولا افقي. بس يبدا الفرق يبان ازاي بقى؟ يبدا الفرق يبان لو كل ما الابعاد تقرب انها تبقى مربع، لان زي ما قلت لكم ان المستطيل ده كانه بيخنق الباكلينج ويف. باكلينج ويف اللي بتحصل هنا او تحصل كده، باكلينج ويف دي كل ما يبقى مستطيل هيخنقه، الحته دي بتخنقه دايما، هتلاقي ان الباكلينج بيمشي في الطول الكبير ده، فتلاقي ان هو يبدا يحصل كده فهي بتخنقه بقى، على عكس هنا في المربع هتلاقي انه يحصل كده يا كده. عشان كده المربع دايما هو الورست شيب، فكل ما الابعاد تقرب ان انت تدي لك مربع اصلا في البانل كل ما يبقى ورست. حد عنده مشكله يا شباب في احنا دلوقتي احنا خدنا المساله بتجي لك ثلاث حاجات، يا اما يقول لك تشيك ويب باكلينج ديو تو بيور شير، في حاله البيور شير لو سابك ومشي فاحنا عرفنا ازاي بنختار الكريتيكال بانل، هتختار مثلا اللي تحت لو انت عندك السيفنر واحد، لو انت عندك اتنين هتختار المساحه اللي تحت، لو ما عندكش خالص تختار المساحه كلها. طب افرض قال لي اعمل تشيك على حاجه معينه، في الحاله دي مثلا قال لي الصب بانل، فخلاص انا هختار دي هو اللي قالها لي. طيب بالنسبه للويب باكلينج ديو تو بيور مومنت، لا بيور مومنت فانا ملزم، والله لو انا عندي مش مستخدم حاجه خالص فانا خلاص بتعامل مع المساحه كلها، لو انا مستخدم واحد فانا عندي تو بانل ابر ولور، لو انا مستخدم اتنين فانا عندي تو بانل برضو، دي كده خلاص ما تلزمنيش. ده كده بالنسبه للبيور مومنت. السؤال الثالث اللي هو ما بيجيش برضو، ما بيجيش على فكره السؤال الثالث اللي انا كنت بحله من شويه معاكم ده، ما جاش غير مره ولا حاجه، ان هو يديلك
عايز يحسب باكلينج شير ستريس بس معتمد على الابعاد بس، ملوش اي علاقه بالستيل جريد، عايز يشوف بس تاثير الابعاد. فحته انه عايز يشوف تاثير الابعاد، فاحنا رجعنا عوضنا في القانون الاصلي بقى ان كيو اصلا بتساوي كيف اف اويلر، وقيم الكي اللي احنا عوضنا بيها دي بنفس الحسابات بتاعه الشير اللي احنا كنا بنعوض بيها في اول السكشن خالص، دي قيم الكي. حتى عنده مشكله الشباب بقى دلوقتي في الويب باكلينج. لا تمام يا باشمهندس جدا. طيب يا شباب دلوقتي احنا الناس معلش الناس مضغوطة انا عارفة، بس كده.